أطيب التحيات مني ومن فريق عمل برنامجنا بلايف لكل اللي انضموا لمتابعة برنامجنا دايما على شاشة الـ LBC وروتانا خليجية. الموضة لها حصة كتير كبيرة بحلقتنا، واليوم رح نخصص موضة لها علاقة بالرجال وعالم الرجال وعد أزياء مباشر بحلقتنا لأحدث التصاميم لموسم الشتاء 2017 لمختلف المناسبات. وشو بيعني انه يكون لكل شخص منا فضاءه الخاص، وكيف بنحمي هالمساحة الشخصية من تعديات الآخرين وتطفلهم؟ موضوعنا الاجتماعي لليوم. بفصل الشتاء ومع تدني الحرارة قد تتعرض الركبتين والمفاصل بالجسم لبعض المشاكل نتيجة الرطوبة بالأجواء، كيف بنحميها وشو أبرز العلاجات عند بروز أي مشكلة؟ الإجابة مع أهل الاختصاص، فخليكم معنا. وهابي بيرث داي تو يو، خلونا نشوف مين عم يحتفل اليوم بعيد ميلاده. النجوم المحتفلون اليوم بعيدهم كثر، نبدأهم ببرادلي كوبر الذي يبلغ اليوم 41 عاما، ويعرف عنه أنه أعلى ممثلي العالم أجرا، وقد رشح 4 مرات للأوسكار وفاز 2 مرات بجولدن جلوب. وعقبال المية للممثلة والمنتجة دايان كيتن التي تطفئ اليوم شمعتها 71، وقد بدأت مسيرتها الفنية من على خشبة المسرح وقدمت أولى أفلامها العام 1970، لكن مشاركتها في The Godfather بعد 2 كانت السبب الأبرز لشهرتها. ونبقى في أجواء الممثلين مع الممثل والمخرج روبرت دوفال الذي يبلغ اليوم عامه 85، وهو فاز بجائزة أوسكار و4 جوائز جولدن جلوب وجائزة بافتا، أمي وأخرى من نقابة الممثلين عن أعماله المتميزة. وختام جولتنا عربي، عقبال المية للممثل المصري القدير أحمد بدير الذي يبلغ اليوم 71 عاما، ومع أنه لم يدرس التمثيل إلا أنه لمع في المسرح والسينما والتلفزيون وأثر من خلال مشواره الفني المكتبة العربية، وكانت أولى أعماله دور صغير في فيلم العصفور ليوسف شاهين العام 1972. فعقبال المية لنجومنا ولكل من يحتفل اليوم بعيده. هابي بيرثدي لكل الأشخاص اللي عم يحتفلوا اليوم بعيد ميلادهم. ومثل العادة رح نبدأ مع مجموعة من الأخبار، وأول خبر بيقول من بعد ما قطع 22.52 كيلومتر سجل معمر فرنسي بيبلغ من العمر 105 سنوات رقم قياسي بدراجته بساعة واحدة بمضمار قرب العاصمة باريس. وظهر المعمر روبير مارشان بملابس صفراء وزرقاء ووضع على ظهره رقم 105 وسط جمهور أعجب بركوب الدراجة. وما قدر المعمر المتألق بدنيا أنه يحطم رقم القياس السابق وهو 26.927، وكان قد أحرزه بسنة 2014 وقتها كان عمره 1 قرن و2. وبدا مارشان مبتسم من بعد نجاحه وانتهاء سباقه يلي ما شارك فيه حدا غيره، وقال للصحفيين انه كان من الممكن انه يعمل اكثر افضل من هيك. واوضح ما شفت اللوحه يلي بتخبرني انه بعد في 10 دقائق، ولو كنت شفتها لكنت اسرعت اكثر وسجلت. يعني بعد عنده القدره كمان انه يسرع اكثر. ما انتبه. وحول ما اذا كان رح يخوض السباق مره اخرى بعد 2، قال بيستغرق حملك 9 اشهر لكن موتك ما بيستغرق سوى 30 ثانية. مارشان يلي ولد بشمال فرنسا عام 1911 بدأ ركوب الدراجات وقتها كان عمره 14 سنة، لكنه ما أخذ هالرياضة على محمل الجد إلا وقتها بلغ 67 عام. يعني ما شاء الله عليه، 105 سنوات بهاللياقه البدنيه وبهالصحه. انت شفت جسمه؟ يعني كانه جسم شاب باول عمره، يعني قد ايه بيمارس الرياضه لنعرف انه الرياضه عن جد صح. وهذا بيعطينا حافز لنا كلنا لنبلش، لحتى نبلش ونستمر، لانه الرياضه كثير مهمه عن جد، كثير مهمه وشيء كثير اساسي، بتبعدنا عن كثير امراض كمان. وبالنسبه لانه ذكرت الامراض، بتعرفي نانسي مشكله الشخير كثير من الاشخاص بيعانوا منها وبتزعجهم خلال النوم وبتسبب كمان مشاكل صحيه. اليوم
اليوم صار في اختراع جديد بخص هالاشخاص، بحيث قدم بمعرض الكترونيات المستهلك بمدينه لاس فيغاس الامريكيه ابتكار جديد لسرير ذكي بيتحرك تلقائيا لتعديل وضعيه النائم، بس يرصد نوبه شخير صادره عنه، مما يوفر على شريكه عناء النهوض والنوم على الاريكه بمحاوله الحصول على ليله نوم هادئه. وهالفراش المسمى السرير الذكي 360 اللي يمكن تعديل مرتبته لتتلائم مع وضعيات الجسم، تتبع عادات النائم وايقاظه بالوقت المناسب، يمكن رصد صوت الشخير والاستجابه برفع راس النائم درجات قليله بما يجعل مجرى الهواء سالكا. ومن خصائص هالسرير انه بيقوم بتدفئه قدمي النائم وارسال بيانات انماط نومه الى تطبيق خاص. وياتي هالابتكار وسط توجه جديد بتكنولوجيا النوم، وهي الادوات اللي تصمم لمساعده المستهلكين المشحونة أوقاتهم بكثرة المشاغل للحصول على أفضل قسط من الراحة الممكنة بخضم هالحياة العصرية سريعة الحركة. شو حلو، يعني صار في حل لهالمشكلة منها، واللي كتار من الكابلز بيعانوا وبينزعجوا وبيتضايقوا. كنا نسمع كانوا يحطوا مرات بلاستر على الأنف وعلاجات كثيرة كمان، ولكن ما كثير فعالة. وأخيرا ما بنعرف قد ايه سعره هالسرير رح يكون، إذا غالي ولا لا، ولكن اللي بنعرف الطبق اللي حأحكي عنه غالي جدا 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 جدا, جداً. وبيقدم أحد مطاعم بمنهاتن بنيويورك بيتزا خاصة أطلق عليها اسم 24 قيراط، وبيتألف هالطبق يلي بقدمه مطعم اندستري كيتشن من أوراق الذهب 24 قيراط القابلة للأكل والهضم، وجبنة بيضاء وكبد الأواز والكما وكافيار أوسيرتا الغالي الثمن. وبيتم استيراد أوراق الذهب 24 قيراط لكن من الإكوادور، والجبن البيضاء من إنجلترا، وكبد الأواز والكما من فرنسا، والكافيار من بحر قزوين. ويبدو أن المطعم بيستهدف الزبائن الأثرياء، إذا بيبلغ سعر الطبق 24 قيراط 2000 دولار بس. قولي بس فقط لا، وهيدا بيعني أنه طبعا تم تقطيع قرص البيتزا لثمان قطع، وكل قطعة توصل سعرها تقريبا للـ200 دولار. أنا صراحة ما عندي تعليق، أنا باكل قطعة وبفوت على المستشفى دغري. أنا ما باكل بالنهار يعني. أنا عن جد لا ما باكل، حرام، هيدا اسمه كب مصاري على الفاضي وبطر مثل ما بيقولوا، في عالم محتاجة لهالمصاري أكثر. أكثر، صحيح. خبرنا التالي مفرح لكل اللي بيحبوا الثنائي جورج كلوني وأمل عالم الدين، بحيث كشفت صحيفة ديلي ستار إنه هن عم بينتظروا توأم. وكشف مصدر مقرب للزوجين انه من المتوقع انه تتم الولاده باذار مارس المقبل، بحين لم يصدر عن الثنائي اي بيان بالنفي او بالتاكيد. ونشير لانه الشائعات كانت قد لاحقت جورج وامل منذ اشهر حول انفصالهم بسبب عدم رغبه الاول بالانجاب، اذ انه جورج اعلن بعام 2015 انه انجاب الاطفال منه بلائحه اولوياته، لكنه عاد لاحقا واكد انه بيرغب بانجاب الاولاد من امل. فبعد الخبر منه أكيد. يعني بدنا ننطر الايام الجايه لحتى هيك نسمع صحه هالخبر. هلا ممكن ما تعلن بتصور اول فتره، بس انه ما فيها تهرب امل الا ما تبين، بس لازم يعني يجيبوا يعلنوا ولد كمان ضروري. اول شيء هن تقدموا بالسن اثنيناتهم منهم صغار، خصوصي جورج يعني حلك بقى. اول فاصل بقى حلقتنا ومتابع، خليكم معنا. ما هي المشكلة ما حدا بيعرفها، بس أوكي. الولد اللي عمره 4 سنين ما لازم ياكل أكثر من 3 معالق سكر بالنهار. والمشكلة إذا عم بياكل شوكولا، عم بياكل بسكوي من هون، وعم بياكل مثلا سيريال، السيريال لحاله البول السيريال بيكون أكثر من 5 معالق سكر، فهي المضر. أوكي، خلينا نحكي هيك شوي عن الأضرار، نفسر أكثر للعالم. أكيد. عن أضرار هالمأكولات مثل شو مثلا؟ أول شيء الوزن. اوكي. اكيد الشخص عم ياكل كثير سكر بدون ما يحس، شو مش عارف انه في السكر، وزنه اكيد حيعمل انكريس. ثاني شيء اكيد الاسنان،
بضر الاسنان، بصير في تسوس اكيد طبعا. والاميونتي هو المشكله. هلا كل العالم عم بيكونوا مرضى وعم بيمرضوا عشان عم بياكلوا كل هالاشياء مع السكر ومش عم بيعرفوا، فالاميونتي تبعيتهم عم بيخف سلولي سلولي. طبعا المناعه بس تقشط، بصير الواحد عرضه لكثير امراض كمان 100%، وعم بيقشط وما حدا عم بيعرف ليش عم بيمرض كل يوم. واكيد ثاني شيء للاولاد المود، اذا بياكل مثلا سكر الصبح بعد ساعه حتلاقيه انه بركي صار مزعوج شوي، بطل كثير مرتاح مبسوط، لانه هو بيعلي يمكن اول شيء هرمون السعاده 100%، بعدين بترجع حالك داون. صحيح صح. او اذا عطيتي اولادك تفاح الصبح مع خبز اسمر بلا سكر، بتشوفي حرام بيروح على المدرسه بيكون مبسوط وبيضلوا الانرجي تبعه ستيبل. طب كالين، شو المضار اللي بتحتويه الماكولات المصنعه والمعلبه كمان؟ كيف يعني معي؟ يعني المأكولات المعلبة اللي بلاقيهم بكان، هل لهم أضرار كمان وعاليين بالسكر؟ مش بالسكر بس، أوقات الكان بيكون كله توكسيسيتي يعني لازم سموم. لازم كل شيء ناكلها بالأوريجينال ستيت، كيف نحن يعني كيف أهلنا كانوا يقطفوا جدودنا يعني جدودنا صح ناكلها مثل ما كانت، يعني أو السكر أو القمح يعني حتى الحليب، كل هالحليب الشوكولا اللي أولادنا بيشربوه كلها سكر. صح. انت بحضرتي لنا كمان ريسيبي اليوم سهله وصحيه حسب ما عرفنا. اكيد رح نقوم على الكيتشن ونشوف كيف تتحضر. اكيد ميرسي. تفضلي كالين. ثانك يو. شو عندنا لكان مكونات؟ اليوم عندنا الاوتس الشوفان، الجوز الهند، الفستق، البامكن سيدز، اوكي بذر دوار الشمس صح، والزبيب بذر القطين سوري صح، والزبيب حبه هيل، واكيد السينمون القرفه صح. اوكي طب لكن احنا شو رح نحضر هلا؟ اليوم حنحضر جرانولا. انا كنت عم بحكي لكم على السيريالز كيف كلهم بيكونوا مع سكر، هيدا جرانولا فيكم تعملوه كيف ما بدكم وتغيروا بالريسيبي وما يكون في سكر بس في عسل. اوكي وعسل طبيعي اكيد، عسل طبيعي وهيدا من لبنان العسل، بس اكيد فيكم تستعملوا اي عسل بدكم. يعني بتفضلي العسل بدل السكر؟ اكيد 100%، عسل بيكون ناتشرال، فيك حتى تستعملي ميبل سيرب او دبس، هدول كلهم ناتشرال ستيت ما بيكونوا مغيرين. اوكي واكيد الطعمه حتكون طيبه بيتقبلها الصغير والكبير. 100%. شو بدنا نبلش اول شيء بتحضير الوصفه؟ اول شيء بس بنحط كل شيء، هدول 3 كبايات من الاوتس الشوفان، من الشوفان، كبايات من جوز الهند، كبايات من الفستق. وجوز الهند مثل ما عم نشوف مش كثير مبروش صح؟ منه مبروش، هيدا بيكون بس التكستشر اكثر. اوكي وهي البامكن سيدز كمان كبايه، نص معلقه من القرفه، اوكي نص معلقه من الملح، بس هيدا كمان هيدا مفيد كثير، اسمه ملح الهيمالايان بينك هيمالايان. اوكي لانه الملح كمان مضر مثل السكر 100%، بس هيدا بيكون اقل بينزل مي بالجسم. ولونه زهر كمان غريب اكيد الملح. وبعدين حندق كم حبه هيل، تقريبا 3 حبات 3 حبات صح، بس بتفتحيهم حتى يكون السيد جوا. اوكي وبعدين بدنا نص كبايه زيت زيتون، كبايه هي نص كبايه هيدي النص. اوكي فيكم تستعملي اي زيت بدكم، انا بحب زيت زيتون. وبالنسبة للعسل قد ايه بتحطي؟ أنا بحط كمان نص كباية، فيك اللي بيحبوا أكثر سويت فيهم يزيدوا شوي، بس أنا بحب أقل شيء اللي يكون السويتنس. أوكي، لكن كالين هيدي هي مكونات هالوصفة صح، رح نخلطهم هلا كلهم مع بعض، بعدين شو بنعمل؟ شو الستب التاني؟ بعدين أول شيء سمبلي بنحطها بقلب الأوفن. اوكي قد ايه بدها وقت؟ 150 دقري 45 دقيقة. لكن رح نرجع نشوف النتيجة بسياق حلقتنا معي كالين، شكرا لكل هالمعلومات وبنشوفك اكيد بعد شوي. فاصل اعلاني ومنتابع، خليكم معنا.
للموضة أهمية كبيرة ببرنامجنا بي لايف، ومش دائما السيدة هي المعنية، إنما اليوم بهالفقرة رح نخصص محطة للرجل منتقل فيها لعالم الموضة وأحدث التصاميم مع ضيف بيزورنا كل فترة لنكتشف مجموعاته الجديدة، ماريو متري من دار سليم متري للأزياء. أهلا وسهلا فيك ماريو. أهلا وسهلا. إذا بدك على المايك. أول شيء على البلد بلد. إيه ماشي حاله هيدك. شو أخبارك؟ على حاله؟ تمام. وشي نعاد عليكم وعليك ماريو، سنة خير على الجميع يا رب. امين. وبرفقنا بهالفقره النقد السينمائي اللي يصدمر. اهلا وسهلا فيك. هلو سوايا. شو اخبارك؟ نعاد عليكم وعلى كل فريق العمل، وان شاء الله يا رب سنين كلها لسعاده وصحه ونجاح ان شاء الله. اهلا وسهلا. هلا الياس انت موجود معنا بهالفقره لانه بدنا نحكي بدلات وقصات، وانت دائما مميز بالبدله على طول. من ذوقكم هيدا، بس انه حلوه هي البدله عن جد، وخصوصا عم تقولوا كنتوا بلشتوا بشيء مهم انه عن السيده، بس ما كمان السيدات قد ايه بيرفقوا رجالهم حتى ينقوا لهم هن البدلات، سو مهم كمان يعرفوا. طب الياس شي مره نشوفك هيك بتيب كاجوال؟ مش دائما كاجوال. جيت مره تذكروا وقت بيردمان وقت الفيلم اللي كثير حبيتيه وقت مره على كم حلقه وهيدا هي اصلا. في كثير يعني اهم مخرجين هيتشكوك على كل ست، وبتعرف قد ايه صعب تتحرك على ست تصوير. كريستوفر نول اللي هو المخرجين الجديد تم يقولوا انا برجع كثير لورا بيضلوا البدله، سو كمان حلو الواحد يكون اذا هو بيرتاح فيها يكون هيك طاقة تناسوت. خلص تعودنا عليك اصلا. بتحكي اسرع انا بعتقد، بتعمل تفقص الزرين هيدا سر. ماريو اليوم هل بتتبدل اذواق الرجال والشباب بين الامس واليوم؟ صاروا يمكن بيطلبوا شيء براكتيكال عملي مريح اكثر؟ بعدنا بالتوكسيدو هي ذاتها، بعض المتطلبات صاروا اكثر من البنات بالتوكسيدو، صاروا بيطلبوا لك الاب السبيسيال، القصه السبيسيال. بالسمارت كاجوال لا، بيطلبوا المريح اكثر، وهلا بنشوف من ابعد اول لوك بده يصير عندنا. اوكي اوكي. وكيف عم تحاولوا تستمروا بالقطاع؟ يمكن هلا صارت الملابس الجاهزه والمستورده هي المطلوبه اكثر. الملابس الجاهزه مطلوبه اكثر، بس بعدنا نحن عندنا خياطتنا اهم بكثير من شيء اسمه جاهز. نحن بنستورد القماش، بنستورد الزر اوقات بنطلبه طلب، بنستورد الهانكرشيف، نستورد المواد الماتير بريمير يعني، ومنصنعها مثل ما نحن. طب وماريو القصه اللي انتم بتتميزوا فيها بس لنذكر المشاهدين هي اي كات؟ يعني بتلبق لاجسام معينه من الشباب والرجال؟ هي الكات السيمي سليم اللي تميز فيها نحن وشهرتنا فيها، وتقريبا بتناسب كل انواع الاجسام خصوصا الجسم الاورينتال ام الشرقي. ام الشرقي. خلينا نبلش عنا هيك اول بدلتين جاهزين نشوفهم وتفصلنا اكثر عنهم، عن قصاتهم والوانهم كمان. نعم. اوكي كاجوال كثير هون عم نشوف. هذا سمارت كاجوال جديد، جاكيت دوبتي بيجي قطن، جينز سليم فيت على الاخر لتحت. مع فينك مهضوم هيك مع بوشيت، يعني بتعطي شوي ستيل للشباب اليونج اللي مشتغلين منيح عم يسكروا. بس بالشكر لمسيو فريد مطر مستر ليبانون 2015 2016 تحياتي. هلا اهلا وسهلا. اللي هو الوجه الاعلاني. وجه الاعلاني طبعا. في غير الوان كمان لهالقصات او لهالتصاميم اللي عم نشوفها؟ هيدا كوليكسيون برينتون ايتي نحن عم نحطه. أوكي. شوي الالوان جايه على فاد على غامقه انتبهتوا، حتى مطار مثلا بدل الاصفر. هيدي كمان هيدي القماشه رح نشوفها بالصيفيه. هيدي قماشه صيفيه اذا فيك تفتح توني من جوا. اوكي. بتجي بلا بطانه. من جوا بلا بطانه نهائيا. وهيدي بتجي مارسوريزي مع قطن، وبنشوف الشوز جاي لاقط كمان الألوان. حتى الشوز هو شغلكم كمان. الشوز شغلنا. نعم. وماريو هالالوان عم بيتقبلوها الشباب؟ يعني طلعنا من شيء الكلاسيك. هلا هي اكثر هيدي الالوان للاكسبوجر وللفاشن، بس نحن بنشتغل هي ذاتها على الالوان الكلاسيكيه. على الالوان الكلاسيكيه. ما بحسك هيك مع الالوان كثير انت، يعني منك جريء بالالوان، بتلبس دائما بدلات غامقه. لا انا عم تقولي بلبس كلاسيكال سوتس، اكثر شيء فيني اكسر فيه هو التاي كولر، فيها تكون باورفل شوي مثلا هيك ريد كولر، او فيها تكون ايام هيك كالم كولر، بس بالبليزرز بحس مثل ما كان عم يقول ماريو، يمكن اذا ظاهر قصص كاجوال اكثر فيها تكون مثلا البليزر هيك الكولر تبعولها تبعوله هيك الايف، منا كلاسيك هيك، بس بالقصص الكلاسيك ما بعتقد بحس حالي انه ما بعرف اذا في قصص كلاسيك عم تكون الوان جريئه يعني. معين يمكن. هي شفت ديبينز على الكاركتر. مزبوط صح أكيد. صح. فانا بعطيك اكزامبل، انا لابس هلا هيك شيء اذا بتشوفها هي نايس. كلاسيك اها ايه. بس هي جريئه لانه فيها اربع نقشات بنفس النقشه، فيك تلبسها مثلا
فينا نقلبها نلبسها صح. على طب ماريو قديش بتحاول يمكن هيك تدرس شخصية الواحد وقت يدخل لعندكم على المحل على دار الأزياء على دار الأزياء؟ عادة الرجال لما يفوت بيقول لك بيقول لك يلا فرجيني ايه فرجيني مش يعني هاني مش صعب ايوه هاني منه صعب ما في هيك رجال شوي بيكونوا صعبين اكيد هلا قلت لك صارين قراب شوي عم بيكونوا دقيقين شوي على اللوك مثل الامراه يعني على اللوك وعلى الديتايات الصغيره على التفاصيل على الصغيره والدقيقه التفاصيل ليه ساعتها بس هيك بتكون عندك مناسبه معينه بدك تلبس البدله في شيء عنصر معين بتبحث عليه بالبدله القصه اللون شيء اساسي انت هيك بتحبه على 100% في نقطه كلمه ما قالها هي انه تكون سليم فيت تكون على قد الرسم لانه كل ما بتعرض يعني قبل كان حس اتس كلاسيك ما عليه اذا كان شوي عريضه هيدي شغله منها حلوه تكون سليم اهم شيء بحس اللي بيقولوا الديتيلز ان اهم شيء السحر بالتفاصيل يعني الكفلينكس التاي كم اكيد تكون قصتها كمان هيك سلم حلوه سو هيدي وبعدين بصير بتطلع على الكلر اكيد بس انه هدول قد ما تكون الكلر بتعجبني اذا حسيتهم شوي مش مطرحهم او بيرزي مش بيلبقوا لالي ما بيقدروا طيب شو بيلبق له للياس؟ الناس بيلبق له اول شيء مثل شو بتحس هيك اذا بدنا نغير له؟ بعدل كم شغله يلا بلبسه اول شيء برفع القبه شوي شي سنتي اوكي وبميلها شوي على الايطاليان كات اكثر برفع القبه برفع القبه لانه أوكي. وجهه شوي طويل اذا رفعنا القبه وطلعناها شوي صغيره ايطاليان بتعطيه عرض اكثر اوكي حاسين البنات الكرافات منيحه كرافات منيحه حط شيء هيك بتشوف ناعمه بس مش ستيلي كثير تكون ناعمه يمكن ستريت كات لندن ستايل خلص طيب خلينا بما انه تفاصيل صغيره بس تفاصيل صغيره بس المضمون غير شكل بما انه ذكرت هيك شوي عن القبات خلينا نحكي عن قبه عن الجاكيت كيف السنه رح نشوفها قبه القميص كيف رح نشوفها بالموضه بموضه ربيع وصيف 2017 قبه نبلش بالقميص قبه القميص متجهه لحالتين حاله البابيون درج القبه العريضه 5 سنتيمتر مع الكولكاسي بسموها من الكول المقلوب اوكي وقبل عاديه قبه الكرافات درجة على الطريقه اللي لبسها اليوم انا قصدت لبسها هيدي هي الترند الجديده اوكي ايطاليان ورفيع مثل ما كنت عم بحكي مقطوشه هيك بهالطريقه مقطوشه كانها يعني بتعمل سبوت للكرافات اعرض اوكي طب أوكي. ماريو بنلاحظ كمان مثلا من الصوت اللي لبسها في تنوع بالاقمشه يعني مش قماشه وحده القميص اللي لبسها كمان عليها نقشه هيدا الدارج هلا هيدا شوي بيوند هذا شيء خاص بعمله دائما لإلي بس هيدا تطلعات شتى المستقبليه يعني المستقبلية على بعد سنه ببقى ماشيت من المعارض اكثر شيء بجيبهم بعمل حلو طيب بالنسبه للالوان شفنا هلا لونين هيك داكنين شوي رح نشوف الوان جريئه بالموسم الجاي كمان للرجال اكيد مثل شو رح يكون فيه؟ يعني بالصيف عندك الازرق الفاتح أوكي. عندك الزهر زهر الفاتح شفناه اوريدي من قبل السنه الماضيه كان موجود والسنه بعده مكمل اوكي زهر والازرق الفاتح هلا عم نشوف بلشنا بالتوكسيدوز اوكي بدله العرايس هيدي التوكس بتنتبه لها توكس سلم من فوق لتحت ما فيها شيء الا القبه بيجي ساتان دو سوا حرير القبه جايه على حرير ساتان يعني بتشوفي لمعتها منا باصة مثل الساتان العادية منا قوية والبابيون تبعها منا وفيها وهيك كل شيء فيك وهذا اللون شو هو اللون هذا لون اسمه بارلمنتر بلو كثير حلو اللون منه كحلة ومنه بلو بلاك يعني بالنص بارلمنتر بلو يعني حلو افتح بشوي يعني اعطي اكثر زرق من مثلا من بدلتك تعطي شوي مثل لون المارين بوشات ماست هاف يعني لازم تكون موجودة هلا الموضة البوشات هي موضة هيدي بدلة كول شال كولر بس جاي الكول شال مقسوم تبعت بين القماش والساتان بابيون ظاهرة منيح ظاهرة عريضة جديدة ولونين مع بعض كحلة وأسود استخدمت نعم هيدا لون الكحلة هيك موفي يعني على موف شوي بانتس سليم اجره 18 سنتيمتر من تحت هيك البانتس كلهم رح نشوفهم ولا في شوي الاوسع الاجر رح تكون موجوده؟ في الاوسع بلش يدرج البانتس وعريض بس بلبنان
بدها ما بحب بدهم وقت لحتى يتأهلوا ما بيلبسوا هيدا ما بيلبسوا بحبوا. كنا نشوف قبل كمان بالمجموعة الخاصة فيكم ماريو ألوان جريئة خاصة بالعريس، هلأ لا رحنا بالألوان الهادية والبدلة الكلاسيك. مزبوط توندونس سنة على الألوان الهادية، بس الألوان الجريدة الجريئة بتتمثل باللينن السنة بالكتان بسموه يعني صح. بالصيف كمان الألوان كتير مريح، أخضر فاتح الفاهي، أزرق فاتح، روز بال مع أبيض أزرق فاتح. وكمان بتشاركوا ماريو بكتير معارض للأعراس صحيح. شو اللي بتحس العرسان عم يطلبوا؟ عبالك تعلق على هالصورة حسيت تفضل. نعم هيدا بول اسكندر مستر ديبانون السنة كمان طبعا. كنا عاملين فاشن شو السنة فورم دو بيروت وعرضنا ليتست كل شيء عاملينه. نعم وكيف كان هيك الإقبال؟ كان كتير حلو كتير منيح. هيدي البدلة تروبياس مثلا دوبتي اون بتي شيء جديد مش عارضينها هون على الشو. ايه بس هيك ستيل كمان مش للكل بيلبق. لا لا هيدا ستيل فحتى ستيل لبسه فريد هلا مش للكل بيلبق بده جسم مثل فريد طبعا. هيدي هيدي بدلة سموها بونجور يعني مثل بدقوا بيانو اكثر شيء بقى بتيجي طويل شوي بس شوي مجددين نحن عاملين مش طويل اكثر من اللزوم مع فتحه عاملين مبرومه شايف كيف بتجي مبرومه ومن قدام عاملين لها قصه البيزر اوكي وبنطلون سليم فيت كمان مثل ما عم نشوف والبابيون بتجي دبل لاير بلاك دبل لاير عاملين. يعني دائما بتحاولوا تخلقوا افكار جديده تصاميم كمان جديده غير القماشات اللي بتتميزوا فيها او ال صحيح او الالوان. التصميم له أهمية كبيرة عنا وبنصممه on scratch بنبلش على الورقة والقلم فيطلع معنا شيء حلو. يعني شخصيا يطلع أول شيء يطلع معي شيء خلص بقتنع فيه فيروح على الصناعة. طب ماريو العروس عادة بنهار عرسها بيكون بدها أحلى فستان أحلى عريس أحلى عريس بيكون أوريدي نقته هيدا بس بدها إياه أحلى وأحلى بقى العريس على شو بفتش؟ شو بيكون بده هيك ببدلته؟ يكون مرتاح اول شيء اوكي بده يكون ستايلش بده يبين بالصور مثل العروس هاو اهم ثلاث اشياء رياحه ستايلش يكون يعطي يعني يعطي لوك ويبين بالصوره انه يبين انه العريس يلي مثلا من 15 سنه ام 20 سنه ما كان شيء هذا في عرسين جريئين يعني في شيء مره حدا طلب منك لون غريب عجيب قوي للعرس في كثير مثل شو اللون؟ كثير هذيك السنة غير ابيض غير كحلي غير اسود السنة لبسنا زهر واخضر وابيض مع بعضهم وعملنا لهم كومبينيشن طلعوا كثير حلوين بس ما معي صور حلو اوكي هون هيدي بدلة كثير اوريجينال هيدي اجدد شيء عاملينه هلا كول ماو بس معدلة ظبط شوي القبة بليز توني لا لا القبة فيها هالزرار على أيوة. جاكيت هيدي بدلة معدلة مع زر بروش كأنه ليتست مثل لوي 14 ايه زر بروش فيها شوي من ستيل جابانيز هي كول ماو ماو تسيتونج يعني بس معدلة معمولة على بليزر شرقية شوي سليم هيدي بتجي فرد شقفة عندهم جابانيز سليم فيت من فوق لتحت الشوميز كمان جابانيز مع بريم اسود ساتان مثل لون الساتان تبع البدلة اوكي غريبة هالقصة حلوة. ماريو باقي معنا رح ننتقل لعالم السينما معك مسيو الياس دوما عالم السينما يعني من جد من عالم سحر إلى عالم سحر آخر يلا سوا سوا نبلش يعني شو بدي أقول لكم خذ نفس اوكي منبلش يلا تفضل يلا شكله في شي فيلم غير شكل ما مبين هيك حمس له دايما خوف لا ما بدي لانه الفيلم عن جد خطيئه سينمائيه للي بيحضروا فهقد عم اقول لكم لانه افضل فيلم ختم 2016 ومبلشين فيه الحمد لله السنه بطريقه جدا حلوه 2017 اللي هو لا لا لاند قد صرنا عم نحكي عنه فتره يعني فعلا هذا الفيلم بيقول اذا واحد مغروم بتصير
بتحسيه بتلاقيش مثلي، بتلاقي حالك عم تدندن عم تغني عم ترقص. عايش بلالا لاند. عايش بلالا لاند. وفعلا داميان شازيل هالمخرج المبدع العبقري اللي من ثلاث سنين وقت حكينا عن ويبلاش، تذكر الفيلم تبع الدرامز من الستين تميزو قد ايه كان مستفز بهالتحدي بهالقصه. هو نفس الشيء بس خلصنا اكيد بانتصار داخل الفيلم، هو نخلص بانتصار مع نوع اخر بواقعيه، بس بيكون كل كل الفيلم اخذنا بخيال احدى اجمل القصص الرومانسيه. اذا فينا ما بدي احكي كثير لانه هيدي اغنيه كثير حلوه لجون ليجند، رح نسمعها. يلا. Summer's taking over me and I just know I feel so good tonight. I don't know what your name is but I like it. I don't know what you came to do but I want to do it with you. And I just know I feel so good tonight. ميوزيكال تياتريكال ميوزيكال، بس من اروع الميوزيكلز. يعني شفنا شيكاغو من كم سنه وقت حصد 8 من 13 جائزه اوسكار، حتى بال 72 وقت بوب فوسي عمل كاباري وخلق كمان اخذ شيء 8 جوائز من اصل 10. هيدا بلش اوريدي هو بقوه يترشح، صار على 7 جولدن جلوبز وان شاء الله بيترشح على اكثر بالاوسكارز. وعم بيقول لك كان شغله ماريو انه فيني اعيش باللالا لاند، بس الحلو بالفيلم انه صحيح بتعيشوا لالا لاند وبتعيشوا هالرومانسيه والحب، بس بيردكم على الواقع بطريقه كثير ذكيه مثل ما عمل بويبلاش. فيلم يعني من كل على كل الاصعده رائع، حتى موسيقى قد ايه كانت رائعه بويبلاش، هون بعد على اروع. يعني جاستن هيرفيتس الشخص الوحيد اللي بقي معه بويبلاش واجى معه على لالا لاند اللي هو المؤلف الموسيقي، عن جد مبدع وحرام ما ياخذ حقه. يعني ديك مره سمعنا سيتي اوف ستارز والمره عم نسمع اغنيه جون ليجند جديد ستارت فاير، تطلع بس من الفيلم فرح وبسط، مش ما فيه دراما، فرح وبسط دراما. بس نفس الوقت بحزني بنفس الوقت بوكيكي، بس بخلصك بواقعيه من دون ما افتح تفاصيل. هذا الحلو بداميان شازيل. وفعلا يعني بقول له ما حدا يروح الفيلم، انا مش بصدق خلص الحلقه تروح احضره مره ثانيه. يعني اليوم مره ثانيه مره ثانيه، بس شو ثاني بس تحضريه. ساشا بتقولي بدك الثانيه والثالثه والرابعه على قد ما هو فيلم خلص وما عم بيلغ ابدا، اوعى ما تحضره، لازم نحضره. ثاني فيلم، تاني فيلم احنا تخطينا مراهقه من زمان. مين قال لك؟ انا بعدنا عايشين فيها اذا بتريد. ذا ايج اوف 17 اسمه. فيلم كثير مهضوم، يعني ذكرني بافلام الايتيز، جون هيوز عمل بريكفاست كلاب ودالاس 16 دالاس ال 16 كاندلز عفوا. بتحس انه كلنا عمر معين بالمراهقه الا ما كان عندنا مشاكل، وخصوصا مشاكل هيك الحب والحبيب وقديش في بيكون في بولينج، مثل في ناس بالمدرسه بيصيروا يتسائلوا علينا. هون بهذا الفيلم بتقولوا انه شو بدنا نشوف شيء جديد من هالنوع من هذا الفيلم. هيلي ستاينفيلد هيدي اللي ما شفتوا قدامكم هلا، واللي هي هلا ترشحت عن جولدن جلوب دور هذا الفيلم، بتستاهل مش بس ترشيح، بتستاهل تاخذ جولدن جلوب تاخذ اوسكار، لانه قدام طول الفيلم هي مثل سوري يعني بدي اقول التعبير مثل بريشر كوكر، يعني مثل طنجره ضغط على كل شوي بدها تفقع بوجه حدا. اذا قال لك كله تفقع بوجهه لهالدرجه، هي شخصيتها مرهوزه وعصبيه، بس نفس الوقت هي كثير مهضومه وكثير بتضحك، وادت الدور ببراعه لدرجه خليتك تنغرمي فيها وبدور المراهقين. خلينا نشوف شوي منه. يلا. That's what best friends are for. Nick is like right there. God, Juby made him so hot. My brother? Seriously? I can't help how I feel. You turn into a completely different person. Why don't you try being positive? I'm gonna write down the next thing you're gonna say. I'm not playing your little games, Nadine. Congratulations. You have all the answers, don't you? No, which is why I wish I had a mother who would notice. When I was younger, so what did I do to make such a perfect kid, huh? Today, I never need. You having a problem today, Nadine? Several. I don't really have any friends at the moment. Help me if you can. Life isn't fair sometimes, Nadine. مش بس انه للصبايا مثل ما بنقول، حتى الصبايا والشباب بيتعرفوا على مراهقتهم بالفيلم. فيلم فعلا رائع ذا ايج اوف 17. وننتقل منه مثل كتبوا لها ماريو لفيلم ثالث كمان هلا، موسم الافلام الدراما والاوسكارز والقصص المهمه والبايوغرافيز. بتحب هيك افلام عاده ماريو؟ دراما اكشن؟ دراما مش كثير، بس بحب مثلا لا لا لاند اكيد اكيد. مش معقول اصلا فيلم بتشاهده وتشوف الفيلم ورا حكي بيزع صدقوني مش مبين رح ترجع تحبه وتحضروه حتى اكثر مره. وبالانتقال لثالث فيلم بعدنا بنحكي عن افلام مهمه ودراما والاوسكارات، هذا فيلم كثير مهم اللي هو ذا فاوندر. عم تشوف مايكل كيتن اللي صار له من سنتين طالع طلعته من وقت نرجع لبيردمان، فيلم كثير بتحبيه وبعديك سنه عمل سبوت لايت، هلا عم يرجع لدور تيلي تكين لكي ممكن انه يلامس الاوسكارز اللي هو ذا فاوندر. بيحكي عن قصه ريك روك، الشخص اللي تعامل مع الاخوه ماكدونالدز حتى يقلعوا امباير ماكدونالدز، هو اللي عرف كيف يشتغل بزنس وساجي ووصله لهالامبراطوريه
جانك فود او البرجر بالعالم. في المهم بس انا بنظري لو ما ركزوا شوي على جوانب بزنس وبروبرتي لو هيك قدروا يفوتوا بي بي ما يروحوا وهج القصه ويسردوها بستوري تيلينج احسن ويوصلوا للاوسكارز. ولكن بضل فيلم جيد. اذا في عندنا وقت نشوف شوي او ننتقل لا يلا خلينا نشوف ايه شوف شوي. Franchise, franchise. I am flesh. How can we be almost out of capital? Did you mortgage our home? I want to renegotiate my lousy deal. I can't. Can't or won't? Ray. What? No! You build an empire by owning the land. You're not in the burger business. You're in the real estate business. I want to take the future. I want to win. McDonald's can be the new American church. There's a wolf in the hen house. We let him in. That glorious name, McDonald's. I had to have it. You don't have it. You sure about that? مايكل كيتن اللي له هابي بيرز من وين كان عيد وبعده عم يبدع يعني عمره 60 years old 61 years old. هلا ننتقل ل بعد عم ناخذ حصيله ارقام 2016 لاكثر خمس افلام او اعتذر خلينا نعمل جوله على صفحه التصوير الامارات اكيد ما يروحوا فيلم جديد ذا جريت وول مع مات ديمون اساسن سيد اللي فعلا عم يعجب الجيمرز والنون جيمرز فيلم اكشن وروج وان اكيد ستار وورز ستوري اللي بعده بالصليط عم يحقق نجاح كثير كبير بحرين بالبحرين في عندنا فيلم انيميشن اللي قد احكي لكم عنه رائع عن جد لازم تحضروه سينج اللي هو كمان في ميوزيكال باسنجر مع اثنين ستارز كل العالم بتحبهم جينيفر لورنس وكريس برات واكيد اوفيس كريسمس بارتي اللي هو حفله اخر السنه بشركه كريسمس بشركه بكريسمس كثير كوميدي مهضوم هلا سنه 2016 نرجع لسنه 2016 نحكي عن خمس افلام اكثر افلام نعملها داونلود او تكرسنيت بس حتى تنحضر واذا بتطلعوا معي بس بنشوف انه حصيله هي اكثريه الافلام اذا بتشوفوهم كلهم 100% كلهم ابطال خارقين سوبر هيروز هيروز من ديدبول لا كابتن امريكا سيفل وور لا باتمان فيرس سوبرمان لا اكس مان او حتى ستار وورز فورس اويكن كل اكثر افلام تكرسنيت ان كان عبر دي في ديز او تم تنزيلها على الداونلود والعالم حتى تحاول تحضرها بطريقه اكيد غير قانونيه هي هذا النوع من الافلام يعني بس شو هذا هذا دليل انه هيك الناس بتحب هذا النوع من الافلام هذا مزبوط 100% لانه حتى مش دائما مش ضروري انه هدول عم ياثروا انه ما بيروحوا على السينما لانه حبوا الموفي تما يروحوا مرتين وثلاثه كمان دراسات واحصائيات بتقول انه كمان بيرجعوا بينزلوهم بيحضروهم مره واثنين وثلاثه لانه مش كل عاده تتحمل تحضر موفي اكثر مره بالسينما يعني ما اثروا عليهم لانه بالدليل في الا فيلم طلع 40 50 مليون دولار مثل ديدبول وحتى كمان ديدبول يمكن كان الاكثر الافلام بحثا على جوجل 100% وديدبول انا في كمان منيح انك ذكرتيها النقطه لانه ديدبول كان من اكثر الافلام الكوركيز تبع سوبر هيرو يعني مجنون وفي حتى ممنوع تحت 18 كان مش من السوبر هيروز اللي بنشوفهم اللي هن بيحضرون اذا بدك شوي رح يكونوا فاميلي موفي هذا لانه كان في شوي هذه اللهجه المستفزه نعمل له داونلود حتى يقدروا في انهم تحت 18 يقدروا يحضروا يقدروا يحضروا اوكي سو هيدي هي حصيله وبعرف عنا فيلم بفتكر رح نحكي عنه رح أكيد. نشوف هلا شو هو بليد رانر 2049 بعد 35 سنه انجد فيلم من اروع افلام الساينس فيكشن لريدلي سكوت عم نشوفه هلا راجع ريدلي سكوت ولكن انتاجيا مع اخراج لديني فيلناف اللي مش من زمان شفنا له الرايفل خلينا نشوف اول مشاهد له حصريه ونرجع نحكي سريعا They're either a benefit or a hazard. If they're a benefit, it's not my problem. مع موسيقى افانجلست بليد رانر من سنه 82 عن جد كلنا اكسايتد نرجع نشوف هالعوده لهالفيلم ساينس فيكسيون اللي من اكثر اذا بدك الافلام اللي قلبوا الطاوله بوقتها بالثمانينات وهالمره عندنا العوده مش بس مع راين جوزلينج كالنجم الجديد عندنا كمان العوده مع البطل الاساسي اللي هو بطل السبعين صار هلا هاريسون فورد شفتوا هالمقابله الاسطوريه فناطرين بعد ديتيل زياده حتى نخبر المشاهدين عنهم وهابي نيو يير اجين ميرسي لي ميرسي نشوفك اذا الله رد الخميس الجاي ثانك يو ماريو كمان انبسطنا انه رجعنا شفناك وكل التوفيق لك ميرسي اهلا وسهلا هابي نيو يير عن جديد وبنامل تكون سنه غير شكل يا رب على الجميع
ورح نتوقف كمان مره مع الاعلان ومش عم تابع بقيه وقت قد ما سرعت لي بدي احكي مثلك. بقيت فقراتنا مليكم دغري من بعدها خليكم معنا. ومتابعين بمواضيعنا وكثير هي شكاوى المرضى من الام واوجاع بالمفاصل والعظام خصوصا بفصل الشتاء يلي بتشتد فيه برود اذا فينا نقول الجو وبتنخفض درجات الحراره. طبعا رح نحكي عن هالمشكله وعن الحلول مع ضيفنا الاختصاصي بجراحه العظام والمفاصل والعمود الفقري وامين عام الجمعيه اللبنانيه جراحي العظام دكتور بيير جميل. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. كيفك؟ سبا زمان ما شفناك اشتقنا لك. نحن بالاكثر. دكتور بدايه شو تاثير فصل الشتاء على المفاصل والعظام؟ اكيد فصل الشتاء واهم شيء كمان لازم نقول السقعه والرطوبه كثير مهمه. الهيوميديتي الرطوبه بحد ذاتها هيوميديتي بحد ذاتها بتوعي اوجاع المفاصل كلها ان كان اوجاع المفاصل من الخشونه يعني اللي بنسميها الارتروز او سيواتريتس تكلس المفصل او اذا كان من الروماتيزمات او حل امراض بالمفاصل توعى بتتحرك مع الرطوبه والسقعة بتزيد اكثر واكثر لانه بنعرف انه الحماوي والسخن بخفف من الاوجاع ومن التهابات المفصل. نعم. طب دكتور مين معرض اكثر من غيره لهالاوجاع تحديدا بهالموسم؟ الاشخاص يلي عندهم امراض ان كانت امراض سكري امراض ملوحات امراض ضعف بالجسم تكلس حتى لو كان بداية تكلس ما يكون منزوع كليا المفصل حتى لو شوية تكلس فيه بالمفصل بحس عنده أوجاع عم بتزيد أكثر من لازم. بعض الأحيان من صورة نشوف أنه الركبة أنجأ فيها شوية تكلس وعنده وجع أولى بيقدر يعمل نوع من كريزة وجع تحركت مع رطوبة مع السقعة اكثر شيء. طيب دكتور نقص الفيتامين دي كمان ما ممكن يعمل ما بيأثر على المفصل كمفصل ككارتيلاج كمادة نتيجة بيعطي اوجاع بالعضلات أوكي. اذا في نقص كثير منيح لا بيعطي اوجاع كثير منيحه وكثير مهمه وبذات الوقت بنعرف انه اذا في ضعف بالفيتامين دي بصير عندنا تركك عظام عند بعض الاشخاص وهالتركك العظام عند بعض الاشخاص اذا نقصهم كثير كثير فيتامين دي بيقدر يعمل اوجاع بالظهر لان بصير في عندهم نوع من كسر او شعر بفقرات الظهر بيعطي اوجاع كثير مزعجه. فالتكلس اذا بنرجع لك مفاصل يلي بيتحرك مع السقعة ومع البرودة مفروض يتعالج وقتها بكون في عندنا كريزة مثل هيدي مفروض نعمل علاج كامل للشخص ما ننطر تنتزع مفصله كليا حتى نعمل له مفصل اصطناعي إن كان بالركبة أو بالورك مفروض نعمل علاجات يلي هالعلاجات جديدة بنعرفها هلا هي علاجات هيامريك اسيد والكوندرويتين والكولاجين اوبر كولاجين بقلب المفصل اوبر بقلب المفصل تنغلف المفصل ونحميه واكيد ما ننطر حتى انه خلص صح الشخص مفروض ينعادوا كل فتره حسب درجه التكلس بنعرف في 7 درجات تكلس 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 اوكي فاذا هالسبع درجات تكلس اذا بدرجه 4 انتزع المفصل كليا بطل في ماده لزجه مفروض تغير المفصل حط مفصل اصطناعي بس اذا بكون من 1 ل 3.5 إذا كان عنده درجة 2 أو 2.5 مفروض ينعمل أوبر كل سنتين ثلاثة اوكي واذا كان عنده اكثر من هيك يعني 3.5 منزوع مفروض كل سنه ينعاد هالاوبر بقلب المفصل وذلك حتى باذن الله نوصل للخليه الجذعيه يلي هي المستقبل. خليه جذعيه يعني ناخذ من الشخص خليه نزرعها بشكل انه تعمل كوندروسيت يعني خليه كارتيلاج نحله اياها للشخص بغلف له مفصله وهيدي حقنه بنعملها مره بس واحده حتى تعمل كارتيلاج جديد ومفصل جديد عند الشخص. طيب دكتور المريض هون شو بحس مثلا ممكن انه مش عم بحكي عن العلاج عم بحكي عن الاوجاع يلي بحس فيها يعني ممكن مثلا يلاقي ركبته شوي مورمه ما عم سليمان هيدا كثير مهمه إيه؟ في اشخاص بيصير عندهم وجع قوي بعدين بتورم ركبتهم معقول تحمر مفروض لذلك مش بس تعمل صوره عاديه او صوره مغناطيسيه حتى الصوره المغناطيسيه عند الاشخاص بعمر شوي كبير مش نافعه ما لها اي معنى شو مطلوب هون صور عادية تنشوف قد ايه درجة التكلس،
بس كتير مهم انه حتى مش ضروري قبل ما نعمل الصور نعمل فحص دم تتأكد انه ما انه عامل كريست ما تكون مشكلة ريماتيزمات العصبي كريست ملوحات يلي بتاعتي اوجيها خاصة الاشخاص اللي عندهم وجع بالليل بيوجع بالليل على وجع بركيبه مع انه واحد نايم مرتاح مش مفروض يتوجع مش عم يمشي ما انه وجع ميكانيكي تكلس وجع ميكانيكي مريح اجري ما بنوجع ما بنوجع اوكي بحركها بنوجع الا اذا في كريزه هون عم نحكي عن السقع والرطوبه بالكريزه بتقدر توجعه كل النهار حتى بالليل تنقزه بتوجعه ركبته هون بيكون على البدايه بيكون مبلش على البدايه يعني التكلس لنقول اذا ولا في كريزه التكلس حيلا درجه التكلس وعمل كريزه تكلس بتعطي وجع قوي شريك وجع مش محمول عليها. يعني بتسمع المريض بيتوجع كثير بنتعجب انه على الصوره ما في شيء كثير مهم رح نعمل صور مغناطيسيه بعض الاحيان تتاكد في شيء لا سمح الله شيء سرطان بالعظم عندنا شيء مشكله عم بيموت العظم اوقات بالمفصل بنسميها اوسيميكروز للكونديل انتيرن يعني شقفه العظم تبع الفيمور جوانيه خاصه اذا عنده اوجاع بين ركابه من جوا من جوا الوجع يكون في مية العظمة تحدث عن بعض الأشخاص وهون ضغط مش ضروري يكون متقدم بالسن صح؟ فيكون لا حتى مش ضروري يكون يعني لا فوق الخمسين بيقدر يعمل يعني أوستيونيكروز فوق الخمسين عم تحكي عن تكلس تكلس شيء جيني بنعرف وراثي شيء موجود يعني إذا الأم بنتها بدها تعمل تكلس نفس الشيء على طب هل من وقاية بهالموسم دكتور لنتجنب كل هالأوجاع اللي عم تحكي عنها وهالحالات كمان اللي ذكرتها شو مفروض نعمل؟ اهم شيء نشرب مي منيح تنغذي الكارتيلاج قلت المي بتقدر تعمل كرايز ملوحات وبتقدر تنشف الكارتيلاج هيدي شغله كثير مهمه ما نضغط ما نحمل شيء ثقيل ما نعمل بسكليت بوحشني لان بنقدر ننزع الصابونه ما نقرفس بليز الصبايا ما حدش تعملوا سكوات وتكتروا لما في عندكم كوتش لما بقول لك اعمل سكوات وكتر قد ما فيك خذ اوزان حتى تنزع الباتيلا يعني الصابونه بشكل رهيب الوزن الزايد كمان بيلعب دور 30% يعني مش كثير ما كثير هيدي بنستعملها اذا بدنا نعمل له كيلبابيليزاسيون للمريض ونشيل المسؤوليه عنه ولو رحت عفى ما دام ورجع لعنده هي شفتي كيف عملي اعملي يعني طلعت قصه كلها غلط لا هيدي شيء غلط حرام نحمل المريض يلي ما عم بيقدر يمشي لانه موجوع ولأن ما بيقدر يمشي عم بياخذ وزن بيجي يقول له روح اعمل سبور او روح ضعفي حالك صح ميرسي دكتور ميرسي كثير لك شكرا لك نجاحات وان شاء الله بنشوفك قريبا يا اهلا وسهلا وهلا رح انتقل على المطبخ لشوف كالين وين صارت يعطيك ألف عافية شيف كمان اليوم مش بس خبير التغذية وين صرنا؟ خلص الجرانولا خلصت صارت 45 دقيقة بالفرن إذا بتشوفي صارت جولد وكريسبي هلا آخر شيء بتعملي بتاخذي ربع كباية أو نص كباية أكثر زبيب مشمش مجفف تين اللي بتحبوه خلينا بس نرجع نذكر شو حطينا بركي هيك السيدات ما تابعونا من البداية أكيد شو حطينا الشوفان الجوز الهند الفستق البامكن سيدز في السينمون والأكيد الحبة هيل طبعا في العسل يمكن يلي اضاف فيه هو اللي بخليه هيك تكمش على بعضها شوي 100% وفي زيت الزيتون اوكي قد دخلناها على الفرن 45 دقيقه 45 دقيقه على 150 اوكي هيك بيصير قد ايه بحق لنا القطعه قديش تقريبا قد ايه كميه يعني انا لجوزي واولادي بحط لهم يعني نص كبايه كل يوم نص كبايه اوكي قد ايه فيها كم كالوري ما حعرف الكالوريز انا بس بعرف انه اكيد هي كثير بيغذي عشان ما فيها شيء بروسيسد اوكي هذا كله معمول من البيت تمام وبتعملوا هيك وهيدي هي ميكست انا بدي ادوق بس أكيد. عندك شيء لاعرف لقلن واكيد الريسبي بيكون على الانستغرام على كالينز كيتشن دكتور رائد لطوف انقذني اتخيل اشد سن بالعالم كثير كثير طيبين ثانك يو كالين ميرسي كثير لحضورك معنا ويعطيك الف عافيه ميرسي كثير ثانك يو وهلا لعند ساشا وفقره هيك كلها جمال فقره كلها جميل يا نانسي مع ضيفتنا خبيره التجميل جورجيت ريشا اهلا وسهلا فيكي جورجيت شو اخبارك؟ اشتقت لكم ونحن بالاكثر وبدي اتمنى لكم اكيد سنه حلوه مع بدايه هالجمعه وعليك يا رب جورجيت اليوم معك رح نعمل جوله على هيك الخطوط العريضه للمكياج لعام 2017 صح شو التوجه للموسم؟ كنت عم بقول انه في كثير قصص ب 2016 بدنا نقلها باي وبدنا نبلش ب 2017 بطريقه جديده بالميك اب يعني اول شغله بحب احكي عن
عنا هي الحواجب العراض واللي كانت كتير منفتة آخر كم سنة لورا. هلأ نعم نروح لللوك الناتورال للحواجب الناتورال. منلاحظ بطلوا عم بقصوا حواجبهم، صاروا متركوهم يطولوا ويعرضوا بطريقة نقدر نرسم بدون ما نكون عم نعلمهم كتير. هلأ للسيدات والصبايا اللي شعرهم أسود نضطر نعلم بألوان غامقة، بس فينا نتعلم بطريقة كتير ناتورال. رح نبلش. اوكي، يعني مثل ما قلت الحاجب الطبيعي هو هلا اللي دارج. هلا اكيد في ناس عامله تاتو كانت من زمان، وفي ناس ابدا ما بتحب يمكن اللوك الناتورال، بس صار في تقنيات كثير، صار في تقنيات جديده لازاله التاتو لتفتح الوانه. اوكي الحواجب انا رسمتهم شوي تنسفي من الوقت. اول شغله لازم نمشط الحواجب، والقياسات برجع بذكر فيها مرة أنا كنت عم خبر عنها. منبلش من حد المنخار ومنطلع على طرف العين لأول حاجب، هيدا هو هالقد لازم يكونوا قراب الحواجب لبعضهم. أوكي. ما كتير نقرب الحواجب لأنه بيعطوا جقرة، فأفضل أنه يكونوا بعاد، وهيدي هي الطريقة نقدر ناخد نحنا القياسات فيها. منبلش نرسم من الأول من تحت نزول بدون ما نعلم كتير، ومنطلع بإستومباج، يعني ما منعمل زاوية من قدام تا ما بقى يبين عنا هيدا التعليم القديم. في ناس شعرت حواجبهم خفيفة مضطرين يعلموا شوي، بس يختاروا اللون البني ما يروحوا للألوان السوداء لأنه بتعطي جقرة، مع أنه شعره أسود بس اخترت اللون البني هيك بيعطي على اللوك الناتورال. ما بقى بيعطي الحواجب السميك واللوك الحاد. نعم، لكن هيك نحن عم نقدر نرسم الحواجب بطريقه لحسي على طول بدي مشط الحواجب انا وعم برسم تما اعرض زياده. فينا نستعملهم ماسكارا للي حواجبهم بيطبوا، يعني بيقولوا لي انا بس عم طوي الشعر الحواجب عندي وما بقصوا الشعر. نعم، وما مقصة عم حسها عم تقشط. فينا نستخدم الماسكارا، بس اكيد بفضل مش كل يوم تما يهروا الحواجب، بس بالمناسبات. لكن بس عم نحط ماسكارا عم يعطوا ناتورال اكثر، وما بقى نحسهم عم يقشطوا وقفت الشعره بين شعره كانه صح بينا لوك ناتورال. اوكي، بالبنسو زيته بننطفه، وبنقدر نعمل هايلايت تحت الحاجب تنبرز العظمه اللي تحت حاجبنا. اوكي، فينا ناخذ لون فاتح من الانتيسير، بفضل يكون ليكيد اكيد تيكون اهون بالشغل لالون. هلا الاي شادو الابيض فينا نستخدمه تحت الحاجب؟ هلا رح جبت معي انا اي شادو خصوصي تحت الحاجب، مش كثير ابيض بس باش فيه لمع. اوكي، يعني دير الشيء هيك اللميع كمان. بلشت انا بالميك اب العينين عملته كله مات، بس تقول لهم السنه مش بس حيكون مات، حيكون في عنا لمعه هلا بحطها لايف. اوكي، لكن فينا ننزل بالانتيسان كانه عم نرسم ونفتح عظمه العين، هيك ببينوا كانه عينينا مشغولين وبتبرز عظمه العين اكثر. واكيد فاتح اكيد مثل ما قلت الانتيسان شوي. ايه فاتح ويكون ليكيد سائل مش سميك، الكومباكت اهون للشغل. فاذا نحن علمنا بجال مثل ما انا عملت وما عبينا كثير الحواجب تما يبينوا سميك، فيهم اكيد يستخدموا بودره الحواجب الخاصه. اوكي، بعد في ثلاث دقائق جرجات. اوكي، رح نحط هلا لمعه حوالى العينين. لكن لاحظت السنة مدة الناتورال. ايه، حتى رموش يعني ما حطين. اليوم ما حطيت رموش كرمال حلقة تانية نقدر نحن نعمل حلقة خاصة للرموش وطريقة التركيب. اوكي. ايه بس كمان الرموش البابيون كنا نشوفهم على عينين الصبايا، السنة عم نروح للوك ناتورال، حتى كل الشركات عملت برودوي يكون شعرها رقيقة ما بقى سميكة. لكن عم حط انا لمعه، اللمعه كثير دارجه السنه، مش بس بالقمر كمان بالبلاش، هلا بقول وين رح نحطها، وبالحمراء دارجه حتى الهايلايتر كمان. بالهايلايتر جبت معي على الاستوديو، بس بدي على طول لمعه العينين نحطها باول عين، نطلع فوق شوي. اول عين بتفتحي طرف العين بتبين اجمل. اوكي. الهايلايتر وخصوصا بشرتها دهنيه. على العظمة هيدا الهايلايتر،
على العظمة. اوكي، عظمة الخد. وفينا شوي بدنا نفتح الجبين بطريقة سي. طب وهذا الهايلايتر شو الهدف منه؟ هيك نبرز عظمة الخد؟ نبرز عظمة الخد يبين عنا كونتورينج مزبوط، لأنه كمان بدي أقول على الكونتورينج اللي كنا نشوفه قبل، الكونتورينج القوي والمحدد كتير. السنة عم نروح أكثر للبودر، الكونتورينج بالهايلايتر وبالبلاش. تسنعلي شوي بالبلاش، لكن بيّن حطينا هون اللمعة، بس نكتفي لحد الخد، ما منقرب كتير على المنخار تما يزيد. اوكي، هلا في منهم بيحطوا فوق الشفاف شوي، يمكن حتى فيهم يحطوا نكزه تيبينوا فيهم فوليوم، بس قبل ما نحط الحمراء افضل تما نغطيها. لما نغطيها، اوكي. نعم. رح احط شويه بلاش روز، انا عم بشغل كله على ميل وحده تنبين بس الفرق بقصص بسيطه. نضحك. كمان روز مش على كل مش على كل الوجه. اذا اخترنا البودره الزهر هي بتعطي اكلا بس مش على كل الخد. اوكي، هلا رح نحط لمعه الشفاف. كمان الشفاف جلوسي بيكونوا مش مات. بارج السنه الجلوسي، بس كمان مش بنهار، بفضل يكون اذا لسهره نختار اللوك الجلوسي. بعد في نص دقيقه جورجيت. اوكي، نحن عم نخلص على القد، منظمين وقتنا. وبعدنا بالالوان الداكنه، الالوان الغامقه لانه نحن شتويه، بس اول ما حنقرب للربيع رح نلاقي اللون الموف اللي حيكون طاغي السنه مع اكيد الالوان الزهريه اللي ما فينا نستغني عنها. اوكي، لكن اللمعه بنص الشفاف مش على كل الشفاف تيبينوا فيهم فوليوم وقلبوا. هيك بنكون شفنا الفرق. مبين يعني الفرق هيك بالميلتين. وبخطوات بسيطة مثل ما قلتي جورجيت، شكرا لك. ثانك يو، بسطنا بحضورك معنا. فقرة تجميلية بامتياز كانت، أهلا وسهلا. ثانك يو. فاصل أخير بحلقتنا ونتابع، خليكم برفقتنا. الشخصي طبعاً، وأنا كمان فضائح هيدا. وطبعاً وصلنا للفقرة الأخيرة وموضوعنا الاجتماعي لليوم يلي بيناقش فكرة الفضاء الشخصي، حدوده وسر خصوصيته برسم العلاقات، وكيف منحسن هيك أنفسنا من تعدي الآخرين عليه. مع ضيفتنا اللايف كوتش زينة المشنوق، أهلا وسهلا فيك زينة. هاي ناسي، اشتقت لك كتير كتير كتير. بداية شو هو الفضاء الشخصي وشو بيصير إذا حدا هيك جرب يتعدى عليه؟ المساحة الشخصية أو الحيز المكاني، أو هو اللي بنسميه كمان مثل ما أنت قلتي الفضاء الشخصي، هو المنطقة اللي بتحاوطنا، وهي بحسب علماء النفس وعلماء الاجتماع بيعتبروها كمان مش بس منطقة فيزيكال، هي منطقة كمان نفسية، لأنه كأنه نفسيتنا موجودة بهالمنطقة هيدي. وهي هيدي المنطقة تعتبر مثل بافر زون، بتحمينا من تعدي الآخرين علينا. اوكي، وبالنسبه للدراسات، في كثير دراسات صارت على هالموضوع من ناحيه علم النفس وعلم الاجتماع، اهم واحد فيهم هو كان ادوارد هول الامريكاني، وقسم هالمساحه الشخصيه هيدي لاربع زونز، اربع دوائر. اوكي، اول دائره هي الدائره الحميميه بسموها الانتيميت، اللي هي مفروض بتبلش دائما بنحكي عن المساحه او المسافه من هون من عند الانف ل 45 سنتيمتر. هيدي المنطقة اللي نحن فينا نقبل فيها الشخص الآخر يكون قريب لنا، الشريك تبعنا، الشريك والأطفال والمقربين جدا لنا بحياتنا. نعم.
المنطقة الثانية اللي بنسميها نحن المنطقة البيرسونال شخصية هي منطقة اللي بتبلش من بعد ال 45 سنتيمتر ل 121 سنتيمتر تقريبا، معناها فيها ملعب اباوت شي 70 سنتيمتر. هيدي المنطقة اللي هي مفروض لأصحابنا وللعلاقات اللي قريبة اللي الناس اللي بناخذ ونعطي معهم ونحن مرتاحين معهم، وهي هيدي المنطقة اللي مفروض نحن على القليلة نكون مرتاحين فيها. المنطقة اللي أكبر من هيدي هي المنطقة السوشيال اللي نحن بنكون عم نتعرف على أشخاص وبنكون عم نعمل انتراكشن نحن وياهم وبنقبلهم بهيدي المنطقة اللي أبعد. المنطقة اللي بعدها أكبر هي عفوا من 121 سنتيمتر ل 360 سنتيمتر. اوكي، ورابع منطقة شو رابع هي؟ رابع منطقة هي المنطقة بقى الببليك، هيدي المنطقة اللي موجودة للببليك سبيكينج. بقى هيدا الفضاء هو عبارة عن اكستنشن لإلنا، كأنه قاعدين ببابل حوالينا. وهو مفروض هيدا كواقي لإلنا من الانتروجن تبع الناس اللي بتفوت على هالمجال تبعنا. طب هل من تفسير علمي للفضاء الشخصي نحكي عنه؟ في التفسير العلمي لإله انه اكتشفوا علماء اللي بسموه نيورو ساينتست انه في لوزه دماغيه موجوده بمركز الدماغ اسمها الاميجدلا، هي المسؤوله عن هالذبذبات اللي بتنعطى لما حدا بيقرب علينا كثير بالسبيس تبعنا، وهي عاده لتحمينا لتقلنا انه في حدا دخل يور سبيس. وعملوا دراسات حلوه كثير على الام ار اي انه كيف اشخاص صاروا حدا قاعد بالام ار اي واشخاص عم يقربوا عليهم شوي 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 شوي، لما صاروا قربوا كثير كثير صارت تعطي ذبذبات قويه لتقول انه هيدا هو خطر حدا قرب علينا كثير. والناس اللي عندهم خلل بهالمركز هيدا ما عندهم البيرسونال سبيس تبعهم بيكون ضايع. زينة، مشان هيك اغلبيه الاوقات وقت نكون موجودين بقلب ليفت او اسانسير بنحس حالنا مزعوجين وما بنقعد نعرف بدنا نطلع بالاماكن بالتليفون او ايه، وخاصه بالاسانسير يعني بكون في محاوط فيك اشخاص ما بتعرفيهم. هيدي المشكله هون انه نحن امرار بنجرب ننقي قد ما نقدر الناس اللي بده يفوتوا على السبيس تبعنا، بس امرار ما فيكي امرار عندك انت بمحلات ببليك سبيسز مثل الاسانسور، مثل راح على السينما، مثل واقفه بالترام، راح على الطياره، محلات الببليك هدول هون بقى المشكله، لانك انت بتنجبري تكوني موجوده مع اشخاص بمساحات صغيره وما بتعرفيهم يعني ايه، بتشوفي البادي لانجوج بقى بعدين. في ناس بيكروس ذير ارمز، في ناس بتطلعوا لتحت، في ناس بتطلعوا لفوق، اذا حدا كثير قريب يمكن الواحد يدفشه من دون ما من دون ما يحس. طب هل هالفضاء الشخصي او المساحه الشخصيه بتختلف بين ثقافه واخرى؟ الثقافات هو اللي بياثر على هالمساحات هدول هو الثقافه تبع الاشخاص، العمر الجنس تبعهم، الجندر تبعهم، وبعدين الوعي تبعهم ومركزهم الاجتماعي والاقتصادي. مشان هيك بنلاقي بامريكا الشماليه مثلا البيرسونال سبيس تبعهم كبير، بدهم هن البيرسونال سبيس تبعهم بحاجه للبيرسونال سبيس كبير. بتلاقي بامريكا الجنوبيه بالعكس كثير قرب لبعضهم ودا سوشيبل وبيسمحوا لبعضهم تو انفيد ذا سبيس، معناها نحن المساحات اللي قلناهم هدول الامريكان ستاندرد، بس طبعا باوروبا مثل ايطاليا سبين بلادنا العربيه هدول بيكونوا المساحات بتكون قياساتها كلياتها اصغر. طيب هلا نحن وي كان هاندل انه حدا يعني لما نكون بمحلات العامه امرار مجبورين نوقف بالدور، بقى شو بنعمل؟ بنجبر حالنا انه نتحمل. اوكي بس هلا هو طبعا لما حدا بيفوت علينا فجاه هون طبعا ما فينا نتحمله ابدا، بقى هو المشكله كيف هاو تو هاندل، لما كيف بدنا نحمي حالنا، كيف نحمي حالنا الاخرين على فضائنا الشخصي. هو اهم شيء انه كيف نحافظ على البيرسونال سبيس تبعنا. لنعرف كيف نحافظ على السبيس تبعنا من دون ما ندفش الناس لازم نروح للدومين اللي انا كثير بحبه، هو علم الطاقه الحيويه. أوكي. علم الطاقه بيقول انه نحن حوالينا نحن انه الفضاء تبعنا هو فضاء كله طاقه. نعم. يعني الروح هي بالجسد موجوده كلها طاقه وعم تعطي دائما ذبذبات. اوكي، هالذبذبات وهالطاقه هيدي عم يعملوا مجال حوالينا اللي هو يسمى الحقل الطاقي او الحقل الشعاعي او الهاله النورانيه، لان كلياتها نور. أوكي. بقى هيدي هي المشكله الكبيره، انه نحن لما نكون بمحلات صغيره وبيفوت حدا على المجال تبعنا
هون بقى المشكله قد ايه نحن عم نسحب من 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 منه طاقته. بقى هيدي الاكسبلينيشن تبع الهاله تبعيتنا هي انه لما اثنين بيكونوا على اتفاق بالذبذبات تبعهم والشكل الاورا تبعهم، لانه الاورا لها شكل كمان هو اوفر، بيكون في متماسقين مع بعض. عشان هيك الناس بتحسيهم لما بتعرفي عليهم لما بيكون في هالتوافق بتحسي في الفك انك بتعرفيهم من قبل. وفي ناس اول ما بتعرفي عليهم بتعدي بهالمجال تبعهم اوكي بتنزعجي، لانه الانرجي بين الهاله تبعيتك والانرجي تبعيتهم ما بتتوافق. طب كيف بدك تحمي حالك يعني من هالهاله من هالطاقه؟ كثير مهم انه نحن نقوي هالهاله وذبذبات هيدي الفايبريشن تبعيتنا، لازم دائما نقويها. قبل ما اقول بس الحمايه النهائيه تبعيت كيف نحاوط حالنا، بدي معنا دقيقه. ايه كثير منيح بالنسبه لنحن لما بنكون عم وي ار انتراكتنج توجذر، لما بنكون بمحلات قريبه على بعضنا دائما في الطاقة بتنتقل، لأنه الطاقة ما لها حدود، تنتقل من شخص لشخص على طول. إذا كنت أنا زعلانة وقعدت عندك بالطاقة تبعيتك، حتى لو ما أنا حكيت أنت بتسحبي هيدي الطاقة وبتتعبي. مشان هيك لازم تلاقي كيف أنك أنت مجال لأنك تحوطيها لهيدي الطاقة تبعيتك. والطاقة عادة أسهل طريقة وأأمن طريقة لنحميها هو بالنور. النور الله خلق لنا هيدا النور كرمال نحن، بنقول نحن الله ينور على قلبنا، بس هو النور طاقه، هي النور صح. اللي بشوفها للطاقه هي احنا الطاقه الهاله تبعيتنا ما بتنشاف، بس في كثير شيء ضروري نقوله انه هي الكاميرا، في كاميرا اثبت علميا انه في عندنا هيدا الحقل الطاقه موجود حوالينا، وبيكون امرار الامراض بتبلش بحقل الطاقه لما تنتقل على جسم، لانه هو بتحمل كل نوايانا وكل افكارنا صح. وكل مشاكلنا بيكونوا موجودين بالطاقه. حتى على الـ على الـ على العلاقات الحميميه امرار مثلا في عندي صاحبتي بتقلي جوزي اجي من السفر بعد 3 ايام قشطت تعبت، لانه لما على العلاقه عم يشوفوا بعضهم كثير عم حملها تقل من دون ما يحس. كلمة بقى الطريقة الوحيد المهمة كتير هي انه نتخيل نور حوالينا فوقنا، وهالطاقة من النور عم تخيل انه عم تعطينا نور قدامنا أوكي. نور على يميننا يسارنا ورانا. تحتنا ورانا طبعا وفوقنا، ومنحس ان النور هيدا عم لجواتنا دخل على جواتنا كمان. وبدنا ناكد نعمل افرميشن انه هيدا مش عازل للاشخاص، بالعكس هو بس لانه البوزيتيف فايبريشن يفوتوا ما يفوت النيجاتيف فايبريشن. شكرا لك زينة المشنوق، مدربة على التغيير وتطوير الذات. اهلا وسهلا فيك زينة. شكرا. ثانك يو. ولهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا، ويك اند ممتع بنتمنى للجميع، واذا الله راد بنلاقيكم نهار الاحد بحلقه جديده. كونوا كتر على الموعد وباي باي.